تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر خلال العام المالي المقبل زيادة الاستثمارات لتبلغ 646 مليار جنيه، وبنسبة زيادة بلغت نحو 22% مقارنة بالاستثمارات المتوقعة للعام المالي الحالي والبالغة قيمتها نحو 530 مليار جنيه. وقالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في بيان إن خطة العام المالي المقبل تستهدف ضخ استثمارات عامة بنحو 288 مليار جنيه، وبما يشكل نسبة 45% من جملة الاستثمارات الكلية. ومن بين هذه الاستثمارات العامة استثمارات حكومية بنحو 135 مليار جنيه.